ادخلوا البيوت من أبوابها. كان علينا أن نعبر هذا الباب حتى نتوغل في ثنايا وردهات توزر الجميلة. انبهرنا بسحر وروعة المكان، مشهد بديع. سبحان من خلق وصور، نخيل وواحات، الكل هنا توزري وافتخر، وهم يستعدون ويعدون العدة للاحتفال بالمهرجان الدولي للواحات بتوزر في دورته 34. انتقلنا إلى دار الثقافة بتوزر، وجدنا خلية نحل تعمل بالليل والنهار، فريق، هيئة بعناوين وأسماء جديدة لتقديم الصياغة الأخيرة للدورة الثانية للمهرجان بعد الثورة. المهرجان هذا تاريخيا يعود إلى فترة الاستعمار، وكانت المهرجان هذا هو اسمه مهرجان النخل، تواصل لعدة دورات ثم انقطع بسبب الحرب العالمية الثانية، ثم تواصل بعد الاستقلال تتعمل دورة ودورة ما تتعملش إلى أن جت 1990 وقع تدويل المهرجان ليصبح المهرجان الدولي للواحات بتوزر. عن الجانب الإعلامي للمهرجان حدثنا السيد محمود الأحمدي. بالنسبة للتغطية الإعلامية للدورة 34 للمهرجان الدولي للواحات وإنشئنا الدورة الثانية للمهرجان بعد الثورة، هي انطلقت من مدة قبل ملي بدأت الاستعدادات الأولى، انطلقت التغطية الإعلامية عبر الصحف الوطنية وعبر الإذاعات الجهوية وحتى على مستوى القنوات التلفزية، القناة الوطنية الأولى والقناة الوطنية الثانية، يعني كانت من خلال البرامج في القنوات هذه تم تعرض المهرجان، ومن خلال استضافة مدير المهرجان لقدم لمحة على أهم الفقرات متاع الدورة الجديدة. بعض المواقع الاجتماعية تناولت مقالا تحت عنوان الحاج موسى وموسى الحاج، يؤكد سرقة برنامج المهرجان قدمته مجموعة من الشباب حاملي الشهائد العليا. ثم الناس قاعدة تهبط في دي كومنتير معناها في الفيسبوك على انه تم سرقة معناها الافكار نتاعهم في المهرجان الدولي للواحات، لكن في بالعكس معناها الناس هذوما عيطنا لهم باش معناها فهمت لا باش يشاركوا باش يقدموا معناها مقترحاتهم، كما السيد هذا معناها اللي على اساس باش يخدم معناها الفقرة الاستعراضية نتاع المهرجان، لكن قاعد يطلب في طلبات مشطة من اللي يجي يستعملها المهرجان. نعطيك مثال، احنا مثلا تمت برمجة مع المجموعة السابقة معناها عرض للبلطي، فهمتني؟ احنا امكانياتنا ما تسمحش انا فهمتني معناها نجيبوا هالعرض ذي، مما ادى بعد التشاور بعد الحوار بعد الجلسات فهمتني الى قطيعة، فهمتني ربما قطيعة هذه افهمها البعض على انها فهمتني معناها اخذينا افكار، لا فهمتني معناها المهرجان هو ملك تزر كاملة، ورينا من الصالح ان فهمتني معناها نخدم مع مدير فني تجاوب مع امكانيات المهرجان. كل الآمال تظل معلقة على هذا الفريق وعلى أن تتضافر كل الجهود من أجل دورة متميزة في السنة الثانية بعد الثورة تستجيب لانتظارات بلاد الجريد وكل الوافدين عليها.